رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 11. كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح، فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحاً بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، أما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة، غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ أما ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له، وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب دون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الإصحاح ده صح بيبتدي وبيتكلم عن المرأة ودورها في الكنيسة وعملها والوقار الذي يحوط بيها، وبيختم وبيأكد
على إن في عدد 11 إن غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، المرأة والرجل متساوين في المسيح. وعلشان كده كل الترتيبات اللي قرينا عليها في الآيات السابقة هي عبارة عن نوع من الترتيب والنظام لكي تكون كنيسة الله في وقار وفي جمال وفي تدبير حسن. والجزء الثاني في الإصحاح بيتكلم عن الاستعداد للإفخارستيا والتناول، وإزاي الاستعداد ده هو يكون استعداد لائق ومقدس عشان الإنسان يقدر يتقدم للسر. لكن الحقيقة في عدد 31 يقول لنا كده: لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. والآية دي آية مهم أحب أن نقف عندها، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ودي آية بترشدنا إزاي الإنسان يكون واخد باله من نفسه كويس، إزاي الإنسان يقدر يقيم تصرفاته ويقدر أنه يسلك بلا عيب ويسلك بضمير صالح، وإزاي الإنسان لما يتعرض لخطية أو يقع في خطية إزاي يقدر يحكم على نفسه، وإزاي يشعر بأنه بالخطية كسر قلب الله وكسر هذه المحبة. عشان كده الكنيسة ليل نهار بتكلمنا عن التوبة، وبتكلم الإنسان إزاي الواحد فينا دائما يقدم توبة حقيقية ويحكم على نفسه. ولما الإنسان يحكم على نفسه لما حكم علينا، يعني إنسان أنت لما تحكم على نفسك النهاردة وتدين نفسك، لما تقف أمام الدينونة هتكون قدمت توبة حقيقية، وبالتالي الله يجد قلبك نقيا وبرا فيه كل التقوى فلا يحكم عليك في الدينونة. عشان كده حط قدامك الآية دهيت آية إرشادية في التوبة، وحطها كده في كل مرة أنت رايح تقدم توبة ورايح تعترف في سر الاعتراف، أو واقف تصلي، أو شعرت أنك وقعت في خطأ ما، إزاي أنك تحكم على نفسك حتى لا يحكم عليك من قبل الله. ربنا معكم.